الزكاة على البضاعة التي لم تبع، وفيه زكاة العقار، الزكاة البضاعة التي لم تبع عليها زكاة. لكن في بعض الحلول شوي، افترض كيف تقوم الزكاة عليها، كيف تحدد سعرها؟ افترض ان سعرها 1000 لكن ما في مشتري، لكن اذا قلت ب 700 سيأتيني المشتري، اربط الزكاة لل 700. او حل اخر، اذا كانت هذه البضاعة نافعة للناس ممكن ان تخرج منها، واذا لم يكن عندك سيولة تخرج منها زكاتها. عندك مثلا 1000 قميص وينفع للناس، ما عندك سيولة، اخرج من 1000 قميص 25 قميص زكاة. أما الزكاة على العقار لا يتعلق الزكاة إلا إذا كان معدل للتجارة،